طالما بقى فتحنا باب الكلام عن دوري ابطال افريقيا، عايزين نقول لحضراتكم عن يعني خبر من هذا الملف. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف كشف عن التشكيل المثالي لجوله الذهاب من نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا، واللي طبعا شهدت مواجهه الاهلي امام الترجي والوداد امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي. قال ايه بقى الاتحاد الافريقي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر؟ قال ان تشكيل الاسبوع من دوري الابطال او التشكيل المثالي عباره عن 5 لاعبين من النادي الاهلي، 4 لاعبين من كايزر تشيفز، لاعب من الترجي التونسي، ولاعب من الوداد المغربي، وبكده بيكتمل التشكيل جوله الذهاب من نصف النهائي. وكان التشكيل على النحو التالي: حراسه المرمى بروس فوما، خط الدفاع اكرم توفيق وبدر بنون وارك ماثوهو والياس شيتي، خط الوسط اليو ديانج، حمدي فتحي، نجابولو بلوم ووليد الكارتي، اما خط الهجوم فبيتكون من محمد شريف وسمير نوركوفيتش. كده طبعا يكون النادي الاهلي هو كمان ليه نصيب الاسد في هذا التشكيل المثالي من وجهه نظر الكاف.